تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 17 بعد المئة على التوالي. أسفر العدوان اليوم عن استشهاد وإصابة العشرات، حيث كثفت قوات الاحتلال من استهداف المناطق السكنية ومدارس الأونروا والأماكن التي يلجأ لها النازحون، بالإضافة إلى الاستمرار في الاعتداء على المستشفيات والمراكز الصحية. وبالتزامن استهدفت مدفعية الاحتلال مستشفى العودة في حي تل الزعتر شمالي قطاع غزة ومحيط مسجد الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع ومناطق متفرقة من شمالي القطاع. وأكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 24 ساعة الماضية 13 مجزرة أسفرت عن استشهاد 114 فلسطينياً وإصابة 249 آخرين، كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القطاع إلى 26,900 شهيد فضلاً عن إصابة 65,949 آخرين.